هنا هذه عندي تنجم تقول حتى فايتة 30 سنة من اللي بديت نخدم فيها. كنت صياد، كنت بحري، كنت كذا. حاجة صغيرة تمشي، حاجة كبيرة ماشي ما مشات ليش، لازم تحفي مولاها. ماشي، مرحبا بكم عندي، معكم حرفي نور الدين بوخلفة بن ناي، حرفي في تحف فنية. يا تعلمتها، كنت نخدم بكري ديكالر هكذا فايس خنتش هكذا. ومن بعد قلعنا السفينة، خدمت سفينة شغل كيما فلوكة هكذا بالكونت بلاكي من بعد بانت بليدي حاجة واحدة أخرى. ومن بعد بالعقل بالعقل بدا تطور. دوك نتايا إنسان زوالي نورمال هكذا يروح يشري حاجة تاع 60,000 70,000، ولا كاين واحد متوسط يشري تاع 100 وهي طالعة. تخدمها في راسك قبل ملي تخدمها في لابراتيك، ولازم تبدا بالدرجة. على خاطرش لو كان ما تبداش بالدرجة قادر من بعد ما تجمش تكملو، راك غميت روحك ما تقدرش تخدم. لازم تحسب حساب بيان، شوف تريسيتي في كلش تحسب بيان. لازم بابور كي تحطو لازم ما تقعدلكش بلاصة ما خدمتهاش مور بابور. انا خدمت سفينة عادية نورمال، سفينة بالمنارة. بون بديناها بقطعة لوح عادية، انا نخدم بلوات ونخدم بالبواروج ونخدم بارد. بون قطعناها فصلناها بالكوباج قطعناها، ومن بعد ربطيناها شوية، نقصنا لها شوية باش نقصوا الماكسيموم منها باش تبان. من بعد خرجنا البابي فير برا، فيليناها بالبابيفر، عطيتها لا فورم تاع البابور. من بعد دخلت تراسيت لي ترو تاع النوافذ تاع الباخرة. من بعد خدمنا شيرة، قطعنا شيرة تاع السفينة، خدمنا دي سيبور تاع الشيرة وقطعنا شيرة بلاطوال. لصقناهم ومن بعد حطيناهم في البلاصة نشفوا شوية. خدمنا الخيط، خيط تاع كيما الحبال تاع السفينه، فيها الحبال منها خاطر هذه سفينه شراعيه غير الحبال. فيكسيناها في السيبور تاعها وين نجي السيبور وين تنحط. من بعد خدمنا البحر، ومونطينا وخدمنا حطينا المنارة في البلاصة تاعها لصقناها. لونا البحر بالأزرق، ومن بعد درنا الأمواج، أمواج بالأبيض هذا شغل بحر شوية مهول. وكي تكمل كاع كي تصبغو دير الأمواج بالأبيض منا، تعطيه بين كوش على ريزين. لا ريزين هذيك تقبضو كاع صحيحة، يطيح ما يصرى له والو. شغل لا ريزين شغل بلاستيك. دور
نشوفوا ليش مادا بيا ندير اتيلي صغيره ندير فيها لي زورتيست تاع المهم. عندي وليدي اوتيست شتو باللي قادر يخدم قادر يتعلم قادر كل شيء. هابين ندير له مرشاه صغيره هكذايا دير خمسة ستة يكونوا شويه بوزين كيما وليدي هكذايا يتعلموا وراه المشكل. قادر في الخمسة يخرجوا زوج كيما انا. ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء ونتلاقاو في ظروف احسن.